من فضلكم يا أمير الدولة مزامع مزامع المعارضون المبتدئون مزامع مجلس الوطني على انفتاح مزامع مزامع حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال كفاح ونضال حزب الاستقلال كفاح ونضال النظام معاك معاك ونواصل الكفاح النظام معاك معاك ونواصل الكفاح الحزب الذي معروف بمصداقيته معروف بتاريخه معروف بنضاله من اجل المواطنين وتحريره من الفقر وتحريره من الجهل وتحريره كذلك من كل ظلم ولذلك نحن سنعمل جميعا من اجل تحقيق ومحاجه ملك لبلادنا من خلال العمل على تحقيق وتسريع وتيرة الإصلاحات داخل الحكومة والعمل كذلك على تحقيق ما أراد وجهة الملك من تقليص الفوارق الاجتماعية وتقليص الفوارق المجاعية. عاش حزب الاستقلال في مؤتمره العام 18 لحظة أكد فيها من جديد كما يدل على ذلك شعار المؤتمر على تجديد العهد والوفاء لنضالات الشعب المغربي أثناء مرحلة مطالبة بالاستقلال وأثناء مرحلة معركة الديمقراطية والتنمية. جدد العهد من خلال تجاوبه ومن خلال إنصاته ومن خلال حواره الذي فتحه خلال المؤتمر حول مختلف القضايا التي تهم بلادنا، سواء تعلق الأمر بالشؤون السياسية والحكامة الترابية أو تعلق الأمر بالشؤون الاجتماعية أو الثقافية أو مرجعية الحزب وهويته أو ارتبط الموضوع بالقضايا التنظيمية والقانونية. إذن هذا الحوار الذي سبقه نقاش عميق من خلال لجنة التحضيرية أكده المؤتمرون من خلال المؤتمر بإضافات قوية ستعطي لحزب الاستقلال بعد يوم 28 أفريل إن شاء الله وجها جديدا، وجها مشرقا كما عهد الشعب المغربي في حزب الاستقلال، وجها بيده اليمنى مشاريعه في مختلف المجالات الحيوية وفي يده اليسرى إجماع المؤتمرين وتصويتهم بالإجماع حول مختلف هاته الملفات. لحظة قوية من جانبها الفكري تلك التي تحدثت عنها، ولحظة ثانية تنتظرنا بعد لحظات وهي تقرير مصير حزب الاستقلال خلال 4 سنوات المقبلة من خلال انتخاب الأمين العام وانتخاب اللجنة التنفيذية والتي ضبط القانون بعض التعديلات عليها خلال جلسة صباح هذا اليوم، والمرتبطة بانتخاب الأمين العام حيث اليوم عندنا مرشحين لمنصب الأمانة العامة، وكذلك حول المسطرة الجديدة التي تهم انتخاب اللجنة التنفيذية من خلال اقتراح الأمين العام على لجنة تنفيذية متكاملة تنطبق فيها عدد كبير من المعايير التي حددتها لجنة الأنظمة والقوانين من أجل التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس الوطني. إذن اليوم حزب الاستقلال ربح رهانه التنظيمي، ربح رهانه الفكري، وربح رهان مواصلة المعركة إلى جانب مختلف جماهير ومكونات المجتمع المغربي للسير قدما من أجل التنمية ببلادنا ومن أجل الجهوية المتقدمة ومن أجل تأكيد ومزيد من التأكيد والنضال على وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.